كان مايك بينس كان اللي هو نائب ترامب، كان اعلن ان مفيش تصور لنقل السفاره الامريكيه او وجود عاصمه اسرائيل في القدس بدون حائط المبكي. فاحنا كنا عايزين توضيح للوضع، يعني ليه امريكا بتاكد ان حائط المبكي جزء من اسرائيل؟ ما بقول لك عشان هم بيخالفوا الشرائع الدوليه، لانه اليونسكو اخذ قرار بانه اليهود لا يمتوا للمبكي باي صله. اليونسكو اخذ هذا القرار، وعلى اثره امريكا انسحبت من اليونسكو واسرائيل انسحبت من اليونسكو واوقفوا الاموال حصتهم في اليونسكو. ايضا مجلس الامن اتخذ قرار بان القدس هذه من ال 67 لما احتلوها اليهود، القدس هذه عربيه ولا يجوز نقل السفارات اليها ولا يجوز بناء الاستيطان لانها ارض محتله حسب قرار 242. فبالتالي هم يصرحوا اي كلام يعني، ولن يؤثر هذا في الموقف الشرعي بالنسبه للقدس.